الضحك، الضحك هو بشكل عام مذموم، اكو رواية او اكثر تذمه، خصوصا اذا صار بصوت عالي او قهقهة، وفي كفارة، رواية حاطة كفارة للضحك، يتبين هذا شلون شيء سيء اللي بيه كفارة، لو شيء زين فما بيه كفارة، لو واحد يسوي عمل جيد نقول له اعطي كفارة. الرواية قايلة كفارة الضحك أن يقول اللهم لا تمقتني، هاي شيء يقول إلهي لا تمقتني، لتكرهني، يتبين هذه من هالدعاء هم يبين أن الضحك يسبب مقت، مقت إلهي، مذموم الضحك. الضحك خصوصا إذا في قهقه وأمثاله شيء سيء.